بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار بهديه واقتفى أثره ليوم الدين. وبعد، كم سنة نحصلها حينما نأتي المسجد ونرجع؟ حد عد ولا؟ يعني من لحظة ما تتوضأ فتخرج من البيت فتقول بسم الله، توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومني أعوذ بك أن أذل أو أذل إلى آخره. قالت أم سلمة: قلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي حتى رفع بصره إلى السماء فقال هذا. هذه سنة. ثم تدعو: اللهم اجعل فوق نورا وتحت نورا إلى آخره. هذه سنة. اثنين، والثالث طبعا الخطى رايح جاي. ثلاثة، أربعة، أول ما توصل عند المسجد قبلهم تخلع النعال، تبدأ شمال ثم تدخل هذه سنتين ستة صح؟ ثم تتخذ سترة فتصلي ركعتين والدعاء سبعة، واتخذ سورة ثمانية وركعتين تسعة، ثم تقوم إلى الصلاة. ثم إذا انتهيت من الصلاة صليت الأذكار هذه عشرة، ثم الراتبة، ثم تخرج من المسجد بأي قدمين؟ ثم تلبس 11، ثم تلبس باليمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولتكن اليمنى أولهما تلبس وآخرهما تنزع، عليه الصلاة والسلام. ده كام؟ يمكن 14 سنة. كل هذا تقريبا نحافظ عليه جميعا باستثناء السترة. ما أدري ما العداء الحاصل بين المسلم وبين هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السنة؟ هو عداء يعني بينكم وبين السترة؟ يا أخي، قل ما يمكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى غير سترة إلا في حديث واحد أنه صلى إلى غير جدار بس. يعني ونفي الجدار لا يستلزم نفي غيره، قد يكون عصا، قد يكون سهما، قد يكون عازا يعني، لكن بدون سترة هكذا يعني أتعجب والله. حتى الذين لهم اتصال بالعلم الشرعي يدخل المسجد، اولا كثيرا منهم ما ندخل يعني يختفي بسنه واحده، يلبس باليمين يقلع يعني كده واحده بس. يا اخي اخلع بالشمال وقف ثم ادخل باليمين، هذه واحده، وانت طالع اطلع بالشمال حتى لو وقفت على الارض، ما بضروري تلبس فتضيع نفسك سنه، فتضيع الحياه هدرا في تفريط في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما من هؤلاء الذين يزعمون حبه في المولد النبوي بس، ما يعرفوش النبي غير في مولد النبي، ثم إن كلمناهم قال لك أنت ما تحبش الرسول. يا أخي نحن نتنفس بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت لا تعرفه إلا في المولد، ثم أنت الذي تحبه مع أنك تخالفه أصلا في هذا الهدي. على كل حال، أنا بس أتعجب من قضية السترة والله. يا أخي إلزم نفسك، عود نفسك، وما أكثرها، لا تكتفي بالخط. قلنا حديث الخط على ضعفه إن صح فهو آخر المراتب، فمن لم يجد فليخط خطا. هذه الزيادة باتفاق المحدثين ضعيفة، لكن قدرنا أنها في البخاري ومسلم هي مرتبة ثالثة. فليصلي إلى شاخص من إلى شيء يحجبه عن الناس، فمن لم يجد فليخط خطا. لما هذا الزهد في هدي رسول الله؟ يعني أنا أوصي نفسي وإياكم، الحياة قصيرة جدا، اشغلها بطاعة الله على هدي رسول الله. إن صنعت هذا فلحت ونجحت، أما تقصر في هذا وتقصر في هذا ولا شيء يكلفك شيئا. يعني أنت بكل حال ستدخل المسجد، ادخل باليمين، وبكل حال ستطلع من المسجد، اطلع بالشمال، ما الشوق في ذلك؟ بكل حال هتقلع الشبشب أو هتلبس النعال، إلزم السنة بس في كل شأنك. دخلت البيت، اللهم نسألك خير المخرج وخير المولى، بسم الله ورجنا، بسم الله، إن كان معك سؤال فاستك. وإنت طالع أيضا من السورة نسيناها، السواك عند كل صلاة، السواك عند كل وضوء، كلما أردت للصلاة أن تخرج عندك سواك، وإلا فرشة الأسنان بدون معجون، سواك، سواك حقيقي. فالمهم يا إخوان، أنا أوصي نفسي وإياكم
بالحرص التام على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والله ننال خيرا كثيرا وتسعد في الدارين الدنيا والآخرة. أصلا أن تلزم هدي رسول الله اطمئنان سكينة في النفس. خير الخلق خير الهدي على الإطلاق هدي محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله على كل حال. طيب جاهزين لخناقات المواريث ولا مين حضر معنا غير الشيخ عادل والشيخ علي والشيخ سامي والشيخ مصطفى على يعني يمشي الهوينة طارة يأتي سريعا وقته، إنما عنده من المقدمات. أنا صراحة لا أستطيع أن أعيد المقدمات تانية، لكن أكتفي فقط بالحقوق المتعلقة بالتركة عشان نشرح على طول في بيان حق الزوجين ولو بيان إلى آخره، ثم نشوف إحنا وصلنا فين معاكم ونكمل. المقدمات أعيدها عليكم بعدين، ماهيش مشكلة. فنحن نقول الآن ما هي الحقوق المتعلقة بالتركة؟ أول ما يموت الشخص أو أول ما يموت الشخص كلاهما جائز. نبدأ بإيه؟ نوزع المواريث زي ما الناس بتعمل ولا في حقوق أخرى متقدمة؟ ها شيخ سامي؟ دكتور سامي؟ في حق، في أربع حقوق، منهم حق اللي هو المواريث، لكن قبله ثلاثة حقوق. نعم، الدين في قول الجمهور، الديون مطلقة. وعند الحنابلة يقدمون مؤن تجهيز الميت، تكفينه، حفر الميت، نقل الميت، الدفن، كل هذه الأمور لها مؤن ولها مصاريف، أصلاً تجب في التركة. الذين قدموا الديون مطلقاً وهم الجمهور خلافاً من الحنابلة قالوا لأن هذه حقوق الأستأتي تعلقت بالمال قبل أن يموت الميت، دين، رهن، وصية، كل هذه الأشياء متعلقة بماله قبل أن يموت، ولذلك يجب أن تقدم على غيره. الحنابلة قالوا لا، كون الميت يجب أن يستر نفسه حياً من ماله، فكذا يجب أن يستر من ماله ميتاً. وعلى هذا العمل أكثر أهل العلم الآن على الفتوى أن أول ما يقدم في التركات مؤن تجهيز الميت. طيب ما عنده تركة حينئذ يتبرع بها متبرع، والحمد لله حال المسلمين في هذا الباب على خير. إذن أول هذه الحقوق مؤن التجهيز. الحق الثاني هل هو الدين والديون مطلقاً أم الوصايا؟ بالنظر إلى ظاهر القرآن بل صريح القرآن أن الله جل وعلا لما قسم التركات قال من بعده وصية يوصى بها أو يوصي بها أو يوصون بها أو توصون بها أو دين، فقدم الوصية. لكن الإجماع شبه منعقد على تقديم الديون على الوصايا من وجوه. أولها أن هذا هو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال علي بن أبي طالب إنكم تقرؤون الوصية قبل الدين، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. إذا من حيث الأثر والنص هذا قضاء سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأعدل الناس. ومن ناحية العقل والمعنى أيضا فإن تقديم الديون على الوصايا تقتضيه الحكمة ويقتضيه العقل ويقتضيه العدل. لماذا؟ لأن الدين له طالب يطالب به، فإنه إن أخذ حقه غنم وإن ما أخذ حقه غرم، بخلاف الموسى له. فالموسى له غايته إما أن يغنم أو لا يغنم، إن جاء خير الحمد لله، ما جاء بشيء ما خسر شيء. فلا شك أن العدل يقتضي تقديم الدين. ثم تلك الديون قسمان، ديون متعلقة بعين المال وتسمى ديون موثقة برهون ونحوه، وديون مرسلة ليست لها رهون. الدين إما أن يتعلق بعين المال إن كان له رهن، أنا اديتك 10,000 جنيه في مقابل رهن ساعة، الساعة هذه أنا أخذتها عندي عشان تجيب لي فلوسي، مت في الطريق، الآن الساعة دي جزء من التركة فهي حق متعلق بعين المال، فيقدم في التقديم على الديون المرسلة. الديون المرسلة هي إيه؟ اديتك 10,000 ما خدتش ديون، ما خدتش رهون، هذا دين مرسل يجب يقدم، لكن يقدم عليه الدين الموثق. لماذا؟ لأن الدين الموثق متعلق بماذا؟ بعين مالك، بعين التركة، هو سابق وله قوة. يعني لو ما أديناش دينه هيقول خلاص الساعة اللي عندي هنبيعها. واعلم أيضا أن الرهن لا يملك أحد بيعه إلا المالك،
يعني ما يقولش واحد مثلا انا والله مديك 10,000 والساعه عندي هتجيبهم ولا بيع الساعه؟ نقول لا، لا يغلق الرهن من مالكه من صاحبه، له غنمه وعليه غرمه. يعني بعض الناس يقول طيب انت عندك 10,000 جنيه يا اخي وانا عندي الجوال بتاعك رهن، انا هشغله واحط فيه الشريحه. نقول ما يجوز لك هذا، هذا للتوثيق فقط، لك ليس لك ان تملكه ولا ان تبيعه ولا ان تستعمله ولا طرفة عين، وان استعملته صار دينا جرا نفعا. بعض الناس يقول لك طب ما انا خسران فلوس. لا، انت حينما اقرضت كان عقدك مع من؟ مع الله. انت لا تريد ثوابا في الدنيا ابدا، فليس لك ان تاخذ عليه اجرا بهذه الصوره، فان اخذت كان ربا، لانك تعاقدت ابتداء في القرض مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. تحمل. ولذلك ان اعصر هو وجب عليك الانذار، وان كان ذو عسره فناظره، يعني الواجب ناظره، الواجب انذار الى ميسره، ما هو بلعب العمليه. ما دمت دخلت هذا العقد مع الله تحمله الى اخره. المهم ان الديون تقدم، ثم الديون هي يا اخوان قسمان، دين موثق يسمى، وهذا يسمى دين متعلق بعين المال، ودين مرسل وهو عامة ديوننا. أكثرنا لا بيكتب دين ولا بيوثق دين برهن، وهذا في الحقيقة من جملة الأخطاء، لأنه يفضي إلى نزاعات شديدة. طيب انتهينا من الديون، ذهبنا إلى الوصية، والوصية يجب إنفاذها على الصحيح بما لا يزيد عن الثلث، ولو أن المسلم غض من الثلث إلى الربع أو إلى الخمس لكان أفضل. المهم ننتقل إلى الوصية. طيب لماذا إذن قدم الله تبارك وتعالى الوصية في كتابه على الديون؟ أهل العلم لهم أجوبة كثيرة، لعل أبدعها أن الوصية في الغالب يتساهل الناس فيها. لماذا؟ يعني أهل الميت يقول لك لماذا؟ لأنها ليس لها حق يعاوضه، هي دائما محض تبرع. النفس تطيب أن تطلع الدين اللي على أبويا، مات أبويا، نفس تطيب أن تكون نفسه بريئة نزيهة ما عليش أي ديون. لكن في الوصايا قد يتسلل الشيطان لنفسي واقول يا اخي الموصى له ده ان شاء الله كان باي حق ياخذ فلوس ابوي، فيبتدي يحصل التساهل والتسيف في هذه المساله. ولذلك قدمها الله تعالى من اجل ان يهتم المسلمون بشانها، ولا تقول هذا مال بلا مقابل ولا عوض فافرط فيه، لا، بل عليك ان تخرج هذه الوصيه ابراء لذمه ابيك ايضا. فنقول حينئذ قدم الله الوصايا على الديون في كتابه العزيز، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالديون قبل الوصايا حتى يهتم الناس بها ولا يعني يفرطون في شيء. ثم الحق الرابع هو التركة، الإرث. بعد ما خلصنا مؤن تأجيز ميت وخلصنا ديونه تماما وأخرجنا الوصايا، ننظر في باقي وصية تركة ولا ما فيش. إن فيه نقسم الإرث على وفق كتاب الله، وإن ما فيه نقول الله الحمد لله. هذا بعض، لأن بعض الناس أو أكثر الناس الآن يموت الميت في نفس الساعة بيقسموا التركة. طبعا ديون ما ديون، الناس تتساهل، بل يتساهلون في توريث البنات أحيانا. أرسل إلي من أيام يقول الأخت موافقة إن ما تاخدش حاجة من مال أبوها، ما هو بمزاجك ولا بمزاجها، هي يمكن توافق لأنها تعلم أنها حتى لو أصرت لن تأخذ شيئا. أنت تقول إحنا بنرضيه بأمرتي ترضيهم، يعني هل أنت مالك لمالها؟ أنت لك حق في المال تأخذه وما زاد، أو حق شرعي تأخذه. أما تقول الله هي رضيت، لا ما رضيت، إما أنها رضيت حرجا أو رضيت خوفا، وهذا غالب أحوال الناس. ولذلك قلت له روح اسألها، قل لها أنت لك حق 100,000 جنيه، شوف هتتنزل لك ولا لا. لما تسمع 100,000 جنيه تقول لك لا حقي أخذه، إنما المسكينة مش عارفة حقها هي أصلا، وعارفه ان العيله تطلع عليها واخواتها الكبار هيطلعوا عليها، فترضى وخلاص، ترضى خضوعا وخنوعا، ما هو بالرضا حقيقي. وهذا يعني يمكن في اكثر الريف الان يمارس هذا العمل، ان تسقط البنات ويرضون او ترضين، ثم ياخذ الرجال كل المال. هذا كله من الباطل، واكل المال بالباطل. ومن جمله الباطل ان يقال ان الابن الاخ ابن الميت، ابوه كان رجل صالح مع جده، فنعطيه الشيء اللي يسمى الوصية الواجبة، وهي وصية جائرة مخالفة لشرع الله ولكتاب الله ولسنة رسول الله ولإجماع المسلمين أن الولد الحفيد
إن كان له أعمام أعلى منه فإنهم يسقطون بالإجماع. فإن أردت أن تأخذ من أعمامهم شيئا وتعطيهم إياه فأنت تعديت على مال الأعمام. لا مانع أن يوصي الجد الذي مات لابن ابنه الميت الصالح المحسن الذي كان معه في تجاراته وأعماله، قل والله لا مانع أوصي له بثلث مالك لا إشكال. لماذا؟ لأنه غير وارث، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، هذا غير وارث، أوصيله يا أخي لا مانع، حتى لا توقع من يقسم التركة في خطر شرعي وتجعلهم يتعدون على أموال الآخرين أعمام وغيره. أصل الواد كان طيب والنشأ، أنت بعد ما تأخذ حقك يا أعمى أعطيه ما شئت، أما أن يأتي المقسم ويقول لا حناخذ حق الابن الميت ونعطيه لأبنائه، أخذك حق الابن الميت هو جناية على الموجودين، والله جل وعلا لم يورث هذا، والله جل وعلا يقول ما كان ربك نسيا، والله جل وعلا يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. تجراك إن ده مستحق غير مستحق، أنت أحكم أم الله؟ أنت أصدق أم الله؟ هل نسي الله وتذكرت أنت؟ يعني جناية بمعنى كلمة جناية ما تسمى الوصية الواجبة. ولو بحثوا ونبشوا في كلام ابن حزم طارة وكلام بعض المالكية طارة، يا أخي الكلام هذا عندهم بضوابط وقواعد علمية فقهية رصينة، ما هيش فوضى بهذا الشيء. المهم أن ما يمارسه الناس الآن في قضية تقسيم الأوراق الورث بهذه الطرق هي كلها مخالفة لشرع الله. الورث أو الإرث قسمان أو ثلاثة إن شئت قل، إما أن يرث الوارث فرضاً أو أن يرث تعصيباً أو لا يكون صاحب فرض ولا صاحب تعصيب، إنما يكون من ذوي الأرحام كخالة وعمة وابن أخت وبنت أخ ونحو ذلك، كل هؤلاء ذوي أرحام لا يرثون كما سيأتينا بالفرض ولا يرثون بالتعصيب. الفرض النصيب المقدر الآن نقلش، والتعصيب هو الإرث بغير تقدير، يأخذ الباقي وبس، يأخذ المال الموجود هو حظ يطلع قدي، فهو إرث بغير تقدير. أما الإرث بالفرض فهي أنصبة ستة جاءت في القرآن وجاءت في السنة وانعقد عليها الإجماع، ولم يخالف إلا في مسألتين تسميان العمريتان أو العمريتين، ويأتي شرحهما إن شاء الله. طيب إذن نقول الإرث إما فرضاً وإما تعصيباً، فإن انتفيا رحنا إلى توريث ذوي الأرحام اللي هو مش صاحب فرض ولا صاحب تعصيب. ما الفروض؟ الفروض ستة في القرآن، ما هي يا شيخ علي؟ النصف على النصف والربع والثمن ثلثان ثلث ثلث، هذا التقسيم مريح، النصف ثم نصف والربع ثم نصف والثمن ثم الثلثان ونصفهما نصفهما الثلث ونصف الثلث، إذن هي كم يا شيخ عادل؟ ستة، سدس من تحت الفوق وثلث وثلثان ثم ثمن وربع ونصف، ما في غيره، أو سدس الباقي كما سيأتينا بإذن الله في نصيب بنت الابن مع البنت. طيب القسم الثاني تعصيب، مش هناخد دلوقتي خالص، موضوع ثاني احنا عايزين عشان نمشي بسرعه باذن الله. الانسان اما ان يندرج منه ابناؤه وان نزلوا يسمون فروعا، واما ان يندرج هو ان ينزل هو من اعلاه ام وابو ان علوا ويسمون اصولا، واما ان يتصل به من يتصل بابويه وان علوا اللي هم يعني يكون بينهم اتصال مع آبائه وإن علوا أو أجداده كإخوانه وأخواته وأخواله أعلى وخالاته وأعمامه أيضا وعماته وإن علوا، نسمي دول إيه؟ حواشي. نرسمها حتى يتضح الأمر. فضلنا شو الانسان
وأم ما لا أب وأم وإن أب وأم يبقى أصول وإن علم أصول ولاده دول اسمهم إيه؟ فروع اللي يتصل معاه مع أمه وأبوه أخ نفس الكلام أخ وأخت يتصل معاه مع الأجداد عم عمة مع الأجداد هنا خال وخالة ثم أبناء الخالات سموه إيه دول كلهم؟ حواشي إذا الأصول وفروع وحواشي الأصول واضح ولا في إشكال؟ إيه؟ أنت شايف حاجة؟ إذا مش سامع أصلاً مش شايف، فتعال هنا أخي. يعني ما فهمت بالصوت، ما فهمت بالرؤية أصلاً. واضح يا إخوان؟ ها دول؟ مش حلو خالص؟ مظبوط طيب، هدول أصول وفروع وحواشي. ابحث في أي مسألة إن أردت أن تحل المسائل ابتداءً عن الفرع الوجه الفرع ايه وهو ما اتصل بالميت اما مباشره كالبنت او لب وان نزل بمحض الذكور يعني البنت فرع ايه واضح طيب البنت ايه فرع يكون فرعا وارثا ما اتصل بمحض الذكور يعني اما هو نازل بذكور ابن 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 ده محض ذكور البنات ما بيرثوا الا مرضى ان كانت متصله بالميت مش محض ذكور اما ان تتصل به مباشره كالبنت او تتصل به محض ذكور كبنت الابن او ابن 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 طالما متصله بالميت بمحض ذكور فهي وارثه وارث وارث اسم الفرع وارث ذكرا كان انثى فإن روجت نص بين الميت وبين الولد أنثى كابن ابن كابن بنت الميت ده نسميه فرع إيه؟ غير ولد غير ولد مين اللي البنت لو كانت موجودة لكن غالبا طالما عبرنا غير تعبير فدي ميتة ودي ميتة فده ابن بنت الميت لا يرث لماذا؟ لأنه بينه وبين الميت أنثى طيب ابن ابن بنت الميت ده ميت ده ميت ده ميت ده هل يرث ولا يرث؟ ليس فرعا ويرث لماذا؟ حيث وجد بينه وبين الميت هل اما لو قلنا بنت ابن 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 الميت البنت ثالث ولا ثالث؟ ثالث وتنزل من تلك البنت الكبرى عند انعدام الاصليه يعني ما نقولش انت ورثها وعمتها لا عمتها الوارثه في خصوص كده في احوال تمام يا اخوان الفرع الوارث الذكر اللي هو مين مش بنت الذكر اللي هو ابن الميت وان نزل بمحض الذكور هذا الفرع الوارث هذا يجي لك كل الحواشي يعني اول ما تجده في مساله اول ما تجده في مساله فلا تنظر هنا خالص كل دول اسمه يعني انهلك عن ابن واحد وخمس خالات وثلاث اعمام واربع اولاد عم وما ادري ايش الناحيه الثانيه كل هؤلاء يسقطون بمن؟ بالفرع الوارث الذكر وان نزل يعني ان كان قد مات عن هذا مات عن ده ودول كلهم ميتين وفي اعمام واخوان واخوات واخوه كله يسقط فان هلك عنه هلك يعني هذا السلاح فرض ما نقولش غيره ما نقولش مات نقول هلك هالك هو الذكر والانثى رجل او امراه هلك هالك يعني ذكر كان او انثى طيب هلك عن ابن ابن واخوين وعمين واختين وجود الفرع الوارث الذكر يحجب كل هؤلاء حد فاهم حاجه؟ واضح يا اخوان؟ فالفرع الوارث الذكر ينفي كل الحواشي بتاخد بس الاول فروع اصول حواشي اذا القاعده الاولى ان كثرنا الكلام
عايزين ننكد على نقطة وهي أن أقسام المواريث إيه؟ المواريث إيه؟ فرض وتعصيب دولة أرحام. الفرض ليش يا شيخ محمد ده؟ الفرع لا لا الفرض. الفرض. كم هم ستة؟ ستة طيب سدس؟ سدس؟ سدسين؟ بس مفيش غيرهم ابدا ليس في الاسلام كل غير هذا التعصيب كل الارث بغير تقدير ذوي الارحام لا يرث لا بالفرض ولا بالتعصيب ملوش لا هنا ولا هنا طيب نكون على اول قاعده الان الفرض انواع الذكر يحجب كل الحواشي حجب ايش؟ حرمان واضح ليه؟ طيب القاعدة الثانية نساء الحواشي من يرث من نساء الحواشي؟ لا يرث من نساء الحواشي إلا الأخوات فقط لا يرث من نساء الحواشي إلا الأخوات فقط سواء قلنا شقيقات أو لأب أو لأم فإن وجدت عمة نذر خال نذر بنت أخ نذر بنت أخت نذر دي قواعد عامة عشان ما تتعبش روحك في المسائل النساء الحواشي ما بيورثش غير مين؟ أخوات أخت شقيقة أخت أب أخت لأم غير كده لا لا بنت عمته وقايمة عليه وما سددتوش جزاكم الله خير أحسن إليها بأي طريق آخر غير الإرث دي أخت المربياه وأخداها مش عارف منهم كل ده على رأسنا من فوق إحسان أما حق الله جل وعلا الذي فرضه على عباده فإنه لا يرث من كتاب الله ولا بسنة رسول الله إلا الأخوات مطلقا سواء كنا شقيقات أو لأب أو لأب بس مسائل أخرى يعني في القواعد العامة تانية لكن نكتفي بهذه القواعد طيب الآن أسهل الأنصبة حتى نبدأ بها يا شيخ عادل ما هو؟ نصيب من؟ نص نصيب الزوجين الزوجين عموما بقطع النظر نصيب الزوج ثم نصيب مقدم الزوج ولا مقدم الزوج يا شيخ محمد؟ الزوجة بالتاء؟ خليك تتعشى في البيت. طيب نبدأ طبعا تشريفا الزكاة مقدمة. الزوج نصيبه إما نص أو ربع ربع مال ربع مال زوجته. ربع مال زوجته. فإن توفيت هلكت أو هلك عن زوج وولد وابن. الزوج هنا ياخذ الربع ياخذ النصف على ما يدور الامر على الفرع الوارث هنا مش ذكر او انثى فرع وارث مطلق فان كان لزوجته فرع وارث ذكرا كان ام انثى منه او من غيره من زوج سابق او لاحق ربما تجوزت الثاني وطلقت ورجعت تعود فانه ياخذ منه معلوم. تمام؟ طيب هلك عن زوج هلك عن مين الهلك؟ الزوج وابن ابن بنت مات عن جوزها وابن ابن بنتها ابن ابن بنتها ركز معانا يا حاج ها يا حاج ده الحاج اللي عند العمود ركز معانا الله يديك الصحة القاضي عياض بدع العلم فوق الخمسين ما فيها بأس وصار إذا قيل في المذهب المالكي القاضي فهو عياض ما هو كان بدأ في المسجد بدأ في كهف وهو يقطع الطريق ثم شرع في طلب العلم ومع ذلك بلغ هذه المنازل فكيف من بدأ من المسجد من باب أولى أن يبلغ العلم طيب يا شيخ
الآن سنأخذ الزوج كامل نحرر ابتداء هل هذا فرع وارث أم لا؟ غير وارث لماذا خالد؟ لأنه اتصل بالميت أو بينه وبين الميت أنسى، يعني واحدة ماتت على جزء وابن ابني بنتها هو حي، ابن بنتها وهي ميتة والبنت ميتة اللي فاضل حبيبها، بس هذا الحبيب متصل بها وبينها وبينه أنسى فيكون فرع هو فرع، لكن غير فنعطي هذا النص ولا أسهل من كده، ولا في صعوبة عاطفة؟ سهل كله سهل. أنت لو فهمت الفرع الوارث فقط، الفرع الوارث وغير الوارث ارفع. طيب هذا كعنى زوج وبنت وبنت ابن واحتمالت عن جوزها وبنتها وبنت ابنها، نعم كم نوع الزوج موجود؟ مثلا يصور هنا أو لا. طيب لو قلنا هذا عن زوجين تمشي تمشي إلا على مذهب المعاصرين. طيب إذا زوجة لكن هلك على زوجتين تمشي، ثلاثة أربعة خمسة جدعان، هذه أمثلة الجدعان. إيه أنا نسميها أمثلة الناس اسمه شجاع، لما إذا حالتنا كده يقعد جنب الحيطة وعلى زوجة هلك عن زوجة. طيب هلك عن زوجة وابن ابن ابن من زوج سابق، كم زوج الحاجة؟ واحد مثلا عن جوزها، مثلا عن جوزها وابن ابنها من جوزها الاولاني الربع، لا هو الزوج نعطيه كام يا حاج؟ الربع لماذا؟ فرع وارث حتى لو لم يكن من زوج الحاج، يعني الله يقول ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد، ما قال منك ولا من فلان من عندك، ولد وبس. اذا النص القراني واضح جدا في هذا، كل نص القراني واضح. اذا هذه الزوجه نصيب، هذه نصيب الزوج من امرأته، اما ان ياخذ النصف عند انتهاء الفروات، واما ان ياخذ الربع عند وجود الفرع الوارث. نصيب الزوجه اما ربع مال جوزها او سوء المال، واضح؟ فإن هلك رجل عن زوجة وأربعة بنات وخمس ذكور، كم نوع في الزوجة؟ واحد مات عن مراته ولا عيال، أربع أولاد، أربع بنات وخمس ولاد. الصمد. أحسنت، لماذا يا أستاذ؟ أحسنت، وجود الفرع الوارث كلها وارث، فهلك طبعاً نصيب الزوجة لا يتعدى بنصيب بكثرة تفرق الزوجات، يعني واحدة زي اثنين زي ثلاثة أربعة هو ربع المال أو ثمن المال، يعني هلك عن ثلاث زوجات وبنت ابن وبنت ابن ابن نازل، واحد مات عن ثلاث زوجات وبنت ابن ابن، وارث أو غير وارث؟ وارث. وارث؟ يا محمد واضح؟ واضح حالك؟ تمام. كم نوع في الزوجات؟ الزوج المتقسم عليه. طيب هلك عن زوجتين واربع بنات بنت، واحد مات عن مرتين زوجتين واربع بنات بنت، هي كم؟ لا 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 ما تقلش كده، هذا التعبير غير صواب ابدا، قل بينهن او بينهما او بينهن لو ثلاثه، ما فيش حاجه اسمها كل واحد طول، وتحسب عليك خطأ وفادحا كمان لو بتحل مسألة، لأنه ممكن تقول ثلاثة تدخل كل واحدة قد إيه، لو حب يلزمك المعلم لو له ثلاثة يقول كل واحدة قد إيه، تقعد تدور واحد من 12 ثلاثة من 12 صح؟ أو أربعة من 12. طيب زوجتين فإذا كانت كاملة لعدم وجود الفرع الوارث، بس هذا الفرع ليس وارثا، هذا اتصال نصيب الزوجين ليس فيه أدنى صعوبة ولا فيه مشقة. الربع والثمن الربع والثمن كلها. الربع والثمن النص. مفيش تاني. لا في النص تاني بقى الربع والثمن ما يتكررش، هو بس الثمن. إلا في العمريات نقول نصوص الباقي اللي هو أصل الربع كثلاثين.
هناخد مسألة مسألة بسيطة كده، هذا كعدد أربع أولاد وثلاثة أبناء بنت وابن ابن ابن. مين أربعة أولاد؟ الحاج ولا مالكش معاه؟ معانا؟ كان في واحد اسمه سامح بيجي غير سامح. قول يا حاج. قول لماذا؟ الابن الاخير. احسنت، يعني دول كلهم ما لهمش لازمه. لماذا؟ لانهم قصروا الميت، انما هذا فرع وبالتالي يعود على الزوجات من حجم الاقتصاد من ربع الى السنين فيقوم السنين. طيب هذا كعام زوج وابنة بنت وابنة ابن ابن ابن، زوج وبنت وابن بنت وابن ابن وبنت بنت وبنت ابن ابن. أيهم فرع وارث؟ بنت ابن ابن تاني. بنت ابن ابن دي فرع وارث، معناها زوج أنثى لكنها متصلة بين الأمر الذكور وبالتالي تكون فرع وارث. أما ابن البنت مع أنه قريب جدا ماله؟ عشان اللي أصغر عليه قلنا طيب هلك عن زوج وخمس بنات بنت، كم الزوج؟ نصف. أبو حاج مركز تبارك الله. هاي يا حاج هذا فرع خمس بنات بنت غير ما شاء الله. الموضوع ميسور أصلا. سننتقل قبل ما نيجي الشيخ أسامة إلى نصيب الأبوين عشان نمشي، بس احنا كنا ماشيين ده كله. هو الاولى طبعا نبدا بالذكر، لكن لان احواله تختلف نبدا بالانثى اللي هي الام. جزاء النصيب الابوين، فنبدا بالام ولا يعيبنا لان النبي صلى الله عليه وسلم قدمها. هؤلاء امك ثم امك ثم امك، وكذلك لسهولة مسائلها عن الأب. الأم نصيبها إما سدس مال ابنها أو السدس، ولها نصيب آخر في العمريات موضوع ثاني نسوه الآن خالص. ماشي، ماذا تأخذ السدس؟ نرجع ثاني نقول الفرع الوارث، لكن هنا سنزيد قيدا آخر أو شرطا آخر، وهو وجود عدد من إخوة الميت. يعني الأم لو لها لو ابنها مات عنه وما عندوش حد تاخد سدس مال، يعني هلك عن ام واب بس. الام هتاخد ايه فرضا؟ السدس، لان مفيش اولاد ومفيش عدد من الاخوه للميت. لان الشروط التي تؤثر في نصيب الام ان يكون ابنها ده اللي مات له ابناء، له ابناء فرع وارث، هو فرع غير وارث، فرع وارث، وكذلك له عدد من الاخوه. فإن كان وجد للميت وجد لابنها الميت فرع وارث أو عدد من الإخوة ذكور أناس، ذكور وأناس، إخوة أشقاء، إخوة لأب، إخوة لأم، ما دام اجتمع عدد من الإخوة لابن الميت فإنه يعود بالسلب على أمه فينقلها من ثلث المال إلى سدس المال. يعني هلك عن أم وابن الآن له فرع وارث، صح؟ أنا أعطي الأم كان السدس، واضح؟ طيب هلك عن ام واخوين لام، لماذا؟ هلك عن ام واخوين لام، يعني واحد مات عن امه واخواته اللي من امه، يبقى عدد من الاخوه وله اخوه فلامه السدس، تمام؟ يبقى وقتها كان طيب هلك عن ام وابن واخوين لاب. اجتمع سببان او مانعان او حاجبان حسب الاقتصاد طبعا. الابن فرواز وعدد من الاخوه. طيب هلك من الناس، هلك عن ام واخ وابن بنت. ها؟ في لا سوء. احسنت. طب ليش يا شيخ سامح؟ عشان الاخ واحد وليس عدد من الاخوه،
عليهم من البنت ليس فرع واجب. احسنتم. تعتبر السببان انه السبب لا يا شيخ اكثر من اخ هذا القران فله وله اخوه فله سيس ولي ابوي وكل واحد منهم ما ترك ان كان له اخوه فلامه السدس نص القران اقراه ثاني ولابويه كل واحد مما ترك ان لم يكن له ولد فان كان له ولد وورثه ابواه فلامه السدس فان كان له اخوه فلامه السدس من باب السدس هنا اخ واحد وكذلك ابن بنت يعني فرع غير وارث واضح يا اخوان طبعا الاخوه على الاخوه فيها اشكالات كثيره جدا من الصحابه من أهل العلم أن يشترط أن يكونوا إخوة مثلا معاذ بن جبل رضي الله عنه أن يكونوا إخوة أشقاء أو إخوة لأب أما الإخوة لأم فهم أضعف عنده من أن يحجبوا الأم وعلى ذلك خلاف الجمهور على خلاف ذلك مثلا ابن عباس اشترط أيضا شروط أخرى يعني مسائل الأمة التي تذكرها لكم كلها مجتمعة هل الإخوة مثلا الإخوة هل يشترط أن يكونوا ورثة حتى يحجبوا الأم أو لا من المسائل هناك مسائل احنا نمشي على معالي الجمهور عدد من الاخوه لكن نفوا فقط ان يكون الاخوه كفارا قالوا لان وجودهم كعدمهم لا يعني مثلا هلك عن ام واخويه نصرانيين يعني لا واضح انه اصلا في ماده كان نصراني فاسلم والام اسلمت وبقى اخوان دول نصارى يقول هذا عدد من الاخوه لكن لا يعود بالسلب على الام ما هو باختلاف الدين هذا في نفي الارث لكن هنا لانه لما كانوا على غير المله كانوا كالعدم فالام تاخذ كام في هذه الصوره؟ الثلث لان غير موجودين ولو 10 حتى في الزوج والزوجه لو الابناء كفر اي نعم غير موجود كان معدول يعني وقال يا شيخ ما يمنع الشخص من الميراث وعيلته من عيله الانسان ويقوم اختلاف الدين هذه احنا ما جبناها في موانع انا كان المفروض اذكرها احنا ذكرناها بكده مرتين او ثلاثه موانع الارث الرق والقتل واختلافها هذا ما يورث اصلا مني لكن وجوده هنا هل يعود بالام ما عندهاش كمش في ارث هو يرث غير وارث بكل حال لكن هل سيعود بالسلب على الام بس هذا اللي كده طيب هل ناخذ امثله على الام إخوين بالإجماع الإخوة إن كانوا على غير ملة الإسلام فلا يؤثرون على الأم كأنهم غير موجودين لكن لو هلك عن أم وابن وثلاثة إخوة وسنين موسى ولد أسلم هو أم أحسن لماذا السدس هنا؟ فرع الوالد أما دول ما لهمش أصلا الإخوة هنا ذكور أو ناس قلنا يعني هنحرر الخلاف الاخوه لكن تستقر الامور عندكم بس. يعني معرفش الصوت واصل كده ولا ايه؟ اللي بيسجلوا كده صوت. ضعيف جدا يا شيخ. ضعيف. ناخد مسائل الان فيها ام وزوجات او ازواج. يعني هلك عن توسع فيهم مساله هلك عن ام وزوجتين وابن من يقسم من الذين لم يقسم الاخ معنا مستوعب ولا فيه تمام اسم كريم يا اخي اخ حازم اقسم انت دي يا شيخ اخطا لازم ما تكونش تخمين تجزم ام ما هو يا سدس يا سدس لو قلت واحده غلط يبقى الثانيه صح قطعا ده تخمين لا لا يا اخ حازم حاضر معنا ونبيه وان شاء الله فاهم ها يا شيخ حازم انت جيت بلفظ ياسش مع يعني بكن بين السدس والسدس سمعني سدس ولا سدس احسن لماذا طيب يا شيخ حازم لماذا طيب احسن لماذا ما نعم والسبب احسن بوجود الفرق فعاد بالسلب على الام ونقلها من ثلث المال الى سدس المال وعاد بالسلب على زوجتين فنقلهم من الربع الى السدس طيب هلك عن زوج وام واربعه اخوه يلا هنا النصيب اختلف شويه
الزوج ياخد كام يا مين ما حضر معانا؟ الشيخ احمد ولا مش الزوج؟ ما الذي يؤثر في الزوج ابتداء؟ الفرع؟ موجود؟ مش موجود بس خلاص النص. الام لها السدس، لماذا؟ عدد من الاحسن. لا انت كرجل تسال في الفرائض، كان الطلاب يقول لك انت بقى ما تدريش مساله، ما هو اللي جاي يسالك من الباديه يعني. ما يدريش مساله، فانت يجب ان تلقى عليك المسائل على عواهرها وانت تفرز. لكن عموما القاعده العامه في ارسال في الدرس الحق الفرائض باهلها، اول ما يقسم اصحاب الفرائض ثم بعد ذلك ننتقل للتقسيم. فنحن اخر الترتيب ده بس من اجل التعليم، لو جت بعد كده نجيب الدنيا ملخبطه. بنروح اصحاب فرائض رحم في الاول خاله وعمه وبعد كده بنروح شيخنا. هذا الزوج مين هذا؟ هلك يا عم هلك. هذا الزوج بالنسبه للمياه مين؟ ما هو ابوه؟ لا هذا وقت ياتي مع كل الطلاب. واحده ماتت عن انثى، طالما زوج يبقى الميت انثى ماتت عن مين؟ نقول هلك هلكت يعني. لا ما نقولش كده، التعبير الفرضي هلك هالك احفظها. طبعا هذا تأدب مع القرآن، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فسمى فهذا التعبير القرآني هلك. طيب هلك عن أربعة زوجات وأم وأب عم. أحسن، فالزوجات والأم لا فرع وارث ولا عادة للأخرى، لا يتم تصحيح مكانه. هل نأخذ نصيب الأب ولا نتوقف عن هذا ولا يشتغل؟ عشان نخلص الباب. طيب. سيادة مفهوم نصيب الأم؟ أخذت الأب أكبر من الأم. يعني فيها إلى حد ما شغل. لا ربع ساعة ما. يعني استوى وزيادة. بس أنا أقول الأم الأب الأم الزوج الزوجة المؤثر المشترك فيهم الفرع الوارث، ثم الإخوة هذا مؤثر في الأم فقط. الأب إما أن يرث بالفرض أو التعصيب أو الفرض أو التعصيب، واضح؟ الفرد يأخذ ثلث الثروة والتعصيب يأخذ الباقي، والفرد والتعصيب ثلث زائد الباقي. هذا نظام الأمر، يا إما يأخذ ثلث فقط متى إن وجد للميت فرع وارث زكاة، تمام؟ وبالتعصيب إن وجد فرع التعصيب للميت فرع وارث أنثى، الباقي فقط إن لم يكن للميت فرع وارث. لا ذكر. هذا يعني نضطر نشرح جزء من التعصيب عشان نفهمه، لكن مبدئيا نقول هلك عن أب وأم وابن. الأم تأخذ موجود الفرع إذا نوعه إيه؟ أحسن، ند الأب وردة ولأبويه لكل واحد منهما ترك إن لم يكن إن كان له ولد فإن لم يكن إلى آخره. فإذا أعطى الأم والأب السدس عند وجود الفرع الوارث الذكر. طيب وإن كان عن أب وأم وبنت، الأم سدس كلها والأب أيضا لأن يعني في فرع وارث والبنت كما سيأتينا تاخذ النصف. النصف أحسن. طيب في باقي الأب ليه بقى بيروح للأب؟ أحسن، لماذا يروح للأب؟ إنه أقرب معصب قوي، يعني لو كان في هنا ولد ما كانش ده بدل السدس، لأن التعصيب أصلا سينحصر في النابلة. أو كان له ابن زي كده الولد يحوز المال كله بعد الأم والأب لأنه المعصب الأكبر، لأن احنا عندنا
عندنا مراتب في التعصيب تبدا بالبلوغ، نبوه، اخوه، عمومه، احداث، عمومه، الجدود يدفع عنها الابوه. لانه لو كان ابو اب الولاء مش هيديك ولاء اصلا، ولاء ده متعلق بالرفق والعتق. طيب ايه اقوى العصبات عندنا الان؟ ولاء دي يعني لما يكون عندك ان شاء الله ربنا يفتح على المسلمين ويكون لنا انتصار اسلامي عظيم ويجي لنا الناس من هناك جماعه من الامريكان بقى ومن اوروبا وكده يبقوا ارقاء رجالا ونساء، وتتصرى من الرقيق النساء بما شئت بدون عدد، يفتح علينا وعليكم. مش واحده ولا اثنين ولا اربعه ولا كلام من ده خالص. عمليه بقى هيصه يعني ان صح التعبير. فحينئذ يكون لك ارقاء تملكه. ان مننت على احد هؤلاء الارقاء واعتقته لله يبقى بينك وبينه حاجه اسمها واسطه الولاء، صله كده كانه قريبك، بس ما تستفدش منها غير في موضعين: في النصره ان احتجته، وفي الارث ان مات غنيا ولوش ورثه انت اللي تورثه. فطبعا احنا عندنا ارقاء ولا عندنا انتصار ولا عندنا خيبه باسم اللي فيها، فخلاص لذلك ما فيش داعي نتكلم في الولاء ولا لا هو ياثر فيه وبيلغيهم الاب الموجود يا اخوان، الفرع الاصل الوارث الذكر، ايضا من القواعد لما ذكرناها، الفرع الوارث الاصل الوارث الذكر ينفي الحواشي كلها ايضا. فهمنا ازاي؟ يعني ان وجد مات عن ابيه وعشرين عم، الاب يلغي دول كلهم. واضح؟ ان مات الولد عن ابيه وعشر اخوات، ذكور اناث، ذكور واناث، اشقاء لاب لام، كل هؤلاء يسقطون بالفرع بالاصل الوارث الذكر. فالاب من اقوى ما يقول. نعم يا احمد. برضك الجد على الرابع ولا فيها خلاف، الجد والاخوه، الجد والاخوه مع الاعمام اسهل من الجد مع الاخوه. يعني في مساله اسمها كده الجد والاخوه، هل الجد سيعامل معامله الاب؟ خلاف كبير بين الصحابه مش بيننا احنا. ماذا ابو بكر؟ نعم. وماذا ابن عباس؟ لا. موضوع طويل ياتينا ان شاء الله الجد والاخوه، ممكن نذكره بشكل مفصل حتى تطلع ايضا على خلاف الفقه الصحابه ما خلافنا. طيب الان نرجع الان العصر عشان نفهم لماذا بنقدم الاب لما ما يكونش في فرع وارث ذكر. لان اصل التعصيب بيبدا بالبنوه، اول من يحوز المال عصبه الابن بيورث الفرض، يورث التعصيب فقط. ان مات رجل عن امه وابنه، الام تاخد سدس والباقي كله للولد، ما نقولش قد ايه، له الباقي تعصيبا، يطلع زي ما يطلع. فاول عصبه قويه البنوه، انتفت انتقل الابوه، انتفت انتقل العمومه، ثم الاخوه. الان لما مات الابن عن امه وابيه وابنه، الان عندنا عاصبان، واحد صاحب فرض خد الفرض، الاب خد الفرض صح؟ والام خدت الفرض، ست فرض. الابن ده له التعصيب، لكن هل يقدم على الاب؟ الاب يقدم عليه، عندنا جهه بنوه وجهه ابوه، ايهما يقدم في التعصيب؟ البنوه. فنقول انت خد الباقي تعصيبا والاب خلاص اكتفى بفرض لوس. طيب هنا الابن مات عن اب وام وبنت. تمام؟ الاب خد نصيب السدس والام نصيب السدس والبنت نصيبها النص، باقي مال. الباقي يروح لمين؟ اقرب عاصم، ما عندناش اولاد. ينتقل لمن؟ للاب. ولذلك سيذهب الفرد والباقي تعصيب، هذه الحاله صح؟ من الفرد والتعصيب. طيب ماذا هلك عن اب وام بس؟ مفيش فرع وارث. الام نعطيها كام؟ الثلث. احسنت. والباقي ما نقولش فرض ولا تعصيب، الاصل ما في فرض هنا، لان الفرض منوط بوجود الفرع الوارث، ولا فرع وارث اذا ياخذ الباقي تعصيبا اللي هي الحارس. حتى فاهم؟ شو اسمك؟ محمد. اديك مساله كده على السريع. طيب هلك عن ذلك الصغار دي عشان ما تروحش، هلك عن ام واب وثلاثه اخوان.
هنا خد بالك الاخوه دول محبوبين بمن؟ ومع ذلك على الصحيح يؤثرون على الام كما سياتي الخلاف. الام تاخد كام؟ يا محمد ليه ما بتربط؟ طيب تمام السدس. والاب مفيش فرق والد. الباقي احسنت الباقي تعصيب. ودول يسقطون بمن؟ الاب اصل الوالد الذكر ثقه في المساله. سبحان الله نصيبها. لذلك الايه هذه لا تغيب عن اذهانكم. اباؤكم بغته وابناؤكم لا تدرون. قاعده دي بعيده عن القواعد. يعني بعض الاخوه يقول لك لا مبني على الفهم. تقول في مسائل لا يمكن تستوعبها. يعني رجل مات عن امه واختيه او ام واختيه او ام واخته. الام تاخذ كام؟ السوس. الاخت تاخذ كام؟ لا اخت واحده النصف. بقى الاخت اولى بالولد من امي. العقل ما يستوعب خلاص. هذه ما يمكن. ولذلك هذا التفكك اللي حاصل في المواريث وفي اخر الامر خارج عن المقدور العقلي اصلا وهو غير موجود في شتى الشرائع. ما يوجد مثل هذا التقسيم ابدا. حتى نظم الايات غريب. يعني كيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راعي غنم ولا يوصيكم الله في اولادكم الذكر يصدقون النساء فوق السبع والستين. كلام صعب جدا وتركيب معقده في جلسه واحده بدون فلتره بدون مراجعات بدون مش عارف ايه. والى يوم القيامه كما هي لا يدخلها العبث لا العقلي ولا اللفظ ولا شيء. الامور طيب نخرج المسائل فهمتم الارض يا اخوان. ماذا كان اب ثلاثه ثلاث بنات واخ شقيق. من يقصد اب وزوج زائد ياخذه من؟ الأب. الأب زائد باقي العصيب. واضح؟ طيب هلك عن أم وأب وثلاث زوجات وأربع أشقاء. من نقصنا يا إخوان؟ الحاج معانا ولا يا شيخ؟ في حاجة تقدر تحلها؟ قول. السدس. أحسنت. موجود؟ أشقاء. والأب؟ شوف ساعات الرفاق الأول. ماشي. الزوجات؟ الربع. أحسنت. على موجود؟ الربع. والأب؟ السدس فرض. فرض مفيش أصلا فرض وارد. إذا ياخذ الباقي. والأربع أشقاء يسقطون بمن؟ الأب. إحنا ما خدناش إسقاط الحج. بس عرفوها مبدئيا ولو باب مستقل. يعني الفرع اصل الوارث اصل الوارث الذكر وان على الراجح يحجب كل نفسه. يجب حد ما الفرع الوارث الذكر ما فيش فيه خلاف. الاصل الوارث من بعد الاب اللي فيه الخلاف. يعني ابن 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 نازل يحجب الحواشي كلها. تمام؟ هلك عن أم وزوج وأب وأبناء بنت. يلا حلوة. إيه يا حاج؟ جزاك الله خير. انت بدات جيت علي. طيب بس مش فرع وارث ولا فرع وارث؟ فرع غير وارث. احسن غير وارث. اذا الام لها كام يا حبيبي؟ ها؟ عدم فرع الوارث وعدم قلب يا اخي.
والزوج نصف العادة والأهل نصف الباب ودول هنا الباب بتعصيب منيش بعض الإخوة يقول فرضا فين الفرض؟ هل ثبت الفرض يقول فرع وارث؟ نعم لو كان بنت يقول فرع وارث يكون فرضا وتعصيب لا مفيش بناتي من دول. طيب ملك عام أب وأربع بنات وثلاث وأربع زوجات الناس طبعاً اللي عايز يعيش في البيت ما فيش دعوة بالمثل عشان بس ما اعرفش المجتمع السوري زي المجتمع المصري ولا لا بس انا بس خلينا نشوف المساله الاهم عندكم برضك في اشكال في الزوجه الثانيه والله انت بتقولها بحصر والله يا شيخ ايه اقل من مصر لا 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 الآن السعودية غير مصر صار عندهم إشكال أنا أدركت زمانا في السعودية المرأة تتباهى أن زوجها معدد يقول عنده ثلاث نسوان أنا إيه؟ إيه؟ الوقت ما فيش أنت قريبا السعودية الآن تشترط في العقد عدم الزوجة السابقة والمذهب الحنبلي يبيح لها هذا الشرط خلافا لجمهور نعم يا عم المماس حلوة جي لك حور في السماء في الجنة قال والله لئن دخلت الجنة رجل لرسول الله لأسألن الله أن يمطر عليها جواريا من السماء طيب أقول لك يا رب هكتبين لك مقاس طيب يا إخوان الآن أب وأربع بنات وأربع زوجات الزوجات ده ها؟ البنات والأرض السدس والبنات سلسان ويبقى في باقي تعصيب الأرض بين ورسي وتعصيب تكرار الاستباح يخليك تعتاد والمسألة ما فيهاش صعوبة يعني خلاص فهمت ان فرض بس فرض وتعصيب تعصيب هلك عنك أم وأب والزوج وأخ شقيق وابن أخ لأم كم الأم هذه المسألة تصل؟ ابن الأخ ده يسمى أخي إذن لا ثلث هو ده أخ واحد بس مش أخين يبقى يكون ثلث تمام والأخ الزوج الأول الزوج الأول النص والأب باقي مش فرع مفيش فرع وارث واضح يا اخوان نقول الحمد لله رب العالمين الحمد لله نؤمن ان شاء الله الاسبوع القادم ونعيد دائما نمر على ان شاء الله نلتقي بالبنات باذن الله ربنا عن صلاه ربنا صلي على النبي جزاك الله خير صلي بره بارك الله فيك حضرتك دسم يا شيخ دسم يا سهله جدا جزاك الله خير يا حاج الله يكتب